أحبتنا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محدثكم هو الدكتور عدنان عبد الله الموسوي. أرحب بكم في المحاضرة الفيديوية الأولى التي تخص المحاضرة الأولى في محاضرة المولكيولار سايتولوجي. مثل ما تعرفون أنه الظرف الراهن نتيجة للخطر الناجم عن جائحة كورونا اختلف نظام التدريس، فارتينا أن نقوم باستخدام التعليم الإلكتروني. إن شاء الله نتمنى السلامة للجميع، وأنا راح أحاول أن أسلط النقاط المهمة في هذه المحاضرة وفي المحاضرات القادمة. إن شاء الله تكون المعلومات يسيرة بالنسبة لكم، ولكن مطلوب من عندكم أيضا تكونون المتابعة، لأنه معلومات كثيرة وراح تكون باللغة الإنجليزية، وأحاول أنه أتكلم باللغة العربية والإنجليزية حتى أسهل الأمور عليكم. ولكن مثل ما تعرفون الامتحان راح يكون باللغة الإنجليزية، لذلك يجب عليكم أن تكون قراءتكم وحفظكم يكون باللغة الإنجليزية. فبالبداية المحاضرة هذه هي Take a tour inside the cell، بمعنى أنه سوف نقوم بجولة في داخل الخلية. ما هي الخلية؟ ما هي المكونات الأساسية للخلية؟ ما هي المشتركات بالنسبة لمحتويات الخلية بين الكائنات المختلفة؟ فراح نتكلم عن النقاط الأساسية الموجودة في كل خلية. فنبدأ بالبداية. All living things are made of cells. كل الأشياء الحية تتكون من خلايا. كل هذه الخلايا تمتاز بأنها تقوم بتكوين نفس المواد، same materials and function in similar ways، بنفس الطريقة أو بنفس الاتجاه. وبالتالي هذه العملية تظهر أن هناك توجد هناك علاقة بين كل ما هو حي في الأرض. Showing the relationship of all life on earth. Eukaryotic cells، الخلايا حقيقية النواة، التي such as those of plant and animals، التي تشمل الخلايا النباتية والخلايا الحيوانية، are structurally complex، هي من ناحية ترتيبية تمتاز بأنها تكون معقدة. بينما prokaryotic cells، الخلايا بدائية النواة التي تشمل such as those of bacteria، have a simpler organization، تمتاز بأنها تكون تنظيمها أو تركيبها يكون أبسط مما هو موجود في الخلايا حقيقية النواة. الآن نود أن نتكلم عن the unity and diversity of cells، اللي هي المشتركات والتنوع الموجود. اليونيتي هنا هي تجي واحدة، ولكن أيضا توجد هناك يمكن أن نسميها المشتركات والدايفرسيتي، التنوع الموجود في الخلايا. The unity among cells on earth is truly amazing، عملية الوحدة أو العناصر المشتركة الموجودة في الخلايا في الأرض تمتاز بأنها truly amazing، هي عبارة عن صفة مذهلة وحقيقة مذهلة. All cells، كل الخلايا تمتاز بأنها تحتوي على ال DNA as a genetic materials، اللي هي تعتبر المادة الوراثية، تمتاز بأنها use the same processes، تستخدم نفس العملية لتكوين البروتين، to make proteins، وأيضا تتبع نفس الخطوات، same basic metabolic principles، الخطوات الأيضية أو المبادئ الأيضية مثل الخلايا الأخرى. So on the most fundamental level، من ناحية المبدأ، cells on earth show their unity and their relationship to each other، فإذا بما أنه كلها تحتوي على الـ DNA كمادة وراثية وتقوم بنفس العمليات الأيضية وتقوم بعملية تكوين البروتين، لذلك توجد هناك مشتركات بين كل الخلايا الموجودة في الكرة الأرضية. So on earth show their unity and their relationship to each other. أيضا طالما أن توجد هناك مشتركات توجد أيضا هناك اختلافات. Beyond these fundamentals، بالرغم من أنه هذه المبادئ الموجودة، however مع ذلك أو بالرغم من ذلك، cells have fantastic variations، تمتاز بأنها تحتوي على تغيرات متميزة. Cells differ in size، الخلايا تمتاز بأنها تكون مختلفة بالحجم.
from the neurons of giant squats من الخلايا التي تمتاز بأنها تكون giant ضخمة to the tiny bacteria البكتيريا التي تمتاز بأنها تكون صغيرة جدا في الحجم. They differ in function هذه الخلايا أيضا تختلف بالوظيفة from free living amoeba من الأميبا التي تمتاز بأنها تعيش بصورة حرة to muscle cells إلى الخلايا العضلية in an animal في الخلايا الحيوانية to sperm cells الخلايا الجنسية inside the pollen grain of a plant في ال في حبوبات في حبوب اللقاح الخاصة بالنبات. الخلايا أيضا cells also differ in their role in the environment أيضا يختلفون بدورهم في الطبيعة from food makers من اللي تكون المواد الغذائية to predators or to decomposers that eat the dead أو التي decomposers اللي معناها أنه هي التي تقوم بعملية التغذية على الكائنات الميتة. فمثل ما قلنا تكلمنا أنه توجد هناك مشتركات بين كل الخلايا الموجودة على سطح الأرض ولكن أيضا توجد هناك العديد من الاختلافات بين هذه الكائنات الحية. So based on their basic chemistry اعتمادا على الخصائص الكيميائية والستركتشر التركيب and heredity material والمواد الوراثية أو المواد الوراثية all cells on earth كل الخلايا في الأرض fall into one of three groups تمتاز بأنها تصنف إلى واحدة من ثلاثة مجاميع as if the family tree of life on earth split into three main branches كما أنه الخلايا أو شجرة الخلايا في الطبيعة عادة split معناها تكون مقسمة into three main branches إلى ثلاثة فروع رئيسية تسمى بالdomains. فإذا الخلايا بصورة عامة الخلايا الحية تقسم بصورة عامة إلى ثلاثة مجاميع. المجموعة الأولى اللي هي الإيوكاريوت التي تشمل الخلايا plants, animals, fungi and protists. فإذا plants هي الخلايا النباتية النباتات الحيوانات الفنجاي اللي هي الفطريات والبروتست اللي هي الطفيليات. النوع الثاني هي البكتيريا familiar single cell microorganism familiar يعني بصورة مبسطة أو معروفة هي عبارة عن single cell microorganisms هي عبارة عن خلايا وحيدة وحيدة النواة هي عبارة عن خلايا وحيدة مو وحيدة النواة لأنه هي خلية بدائية النواة some of which are useful بعض منها يكون مفيد للإنسان and some of which causes human disease والبعض الآخر يسبب أمراض للإنسان. فإذا هي عبارة عن خلايا وحيدة بعض منها يكون مفيد هذا بالنسبة للبكتيريا والبعض الآخر يسبب أمراض للإنسان. الأركيا single celled organisms هي عبارة عن خلايا وحيدة أيضا تتواجد found in all types of environments تتواجد في كل أنواع البيئة لكن first discovered in extreme environment ولكنها اكتشفت لأول مرة في البيئات المتطرفة such as hot springs كما في مياه الينابيع الحارة. نقول extreme environments it's not like a normal environment يعني يا اما extreme environment نقصد بها يا اما تكون في مناطق الحرارة فيها تكون عالية او في مناطق تكون يعني تكون الاجواء غير ملائمة ليست بالاجواء الطبيعية. Cells of eukarya are structurally distinct from cells of bacteria الخلايا الموجودة بالايوكاريا في الخلايا حقيقية النواة من الناحية التركيبية تختلف عن الخلايا الموجودة في البكتيريا والخلايا الموجودة في الأركيا. الخلايا cells of eukarya are eukaryotic معناها أنه هي خلايا حقيقية النواة while cells of bacteria and archaea are prokaryotic بينما الخلايا الموجودة في البكتيريا والأركيا تمتاز بأنها تكون خلايا بدائية النواة. فإيوكاريوتيك هي خلايا حقيقية النواة والبروكاريوتيك هي خلايا بدائية النواة.
نتكلم عن الايوكاريوتيك سيلز، ما هي اهم المميزات الخاصه بالكائنات حقيقيه النواه او حقيقيه الخلايا ايوكاريوتيك سيلز. هذا النيوكليوس تمتاز بانها تحتوي على النواه، and وهذه الخلايا تمتاز is separated by a membrane and contains the DNA. المكونات الموجوده في داخل الخليه تمتاز بانها تكون مفصوله بواسطه غشاء membrane، وكذلك تمتاز باحتواء and contains the DNA، انه تحتوي على ال DNA. They also have organelles، ايضا يحتوون على اعضاء. Membrane enclosed structure، مثل ما تكلمنا انه تحتوي على اغشيه مغلفه inside the cells that perform، والتي تكون والتي مسؤولة عن تكوين various function for the cell، وظائف مختلفة للخلية. Finally، أخيرا، eukaryotic cells are typically much larger than prokaryotic cells. هذه نقطة مهمة، فإذا واحدة من النقاط أنه تحتوي على النيوكليوس الخلايا الحقيقية النواة، وكذلك تمتاز بأنها تكون المكونات اللي موجودة في داخل الخلايا is separated، تكون مفصولة بواسطة أغشية، وكذلك تمتاز بأنها تحتوي على الدي ان اي، وأيضا تمتاز بأنها تحتوي على الأورجانلز اللي هي الأعضاء. كذلك من ناحية السايز، من ناحية الحجم، الايوكاريوتيك سيلز ار تيبيكالي ماتش لارجر ذان البروكاريوتيك سيلز، بمعنى أنه حجمها هي أكبر بكثير من الخلايا بداية النواة. ان افريج اوف 10 تايمز لارجر، يعني تقريبا هي عبارة عن أكثر من 10 مرات، هي تقريبا 10 مرات اكبر مما هو حجم الخلايا البكتيريا. نجي للبروكاريوتيك سيلز، dont have a nucleus، اهم صفه انه لا تحتوي على نواه. كل الخلايا بدائيه نواه البروكاريوتيك سيلز لا تحتوي على نواه. The DNA is contained within the cytoplasm، ال DNA الخاص بالبروكاريوتيك يكون موجود ضمن السيتوبلازم الخليه. They also don't have any membrane، ايضا يمتازون بعدم احتوائهم على اي غشاء يحيط بالاعضاء enclosed organelles، and they are typically much smaller than eukaryotic cells، وهم ايضا حجمهم يكون اصغر بالكثير من الخلايا حقيقيه النواه. نجي الان نتكلم عن structures in all cells، التراكيب الموجودة في كل الخلايا. Every living thing on earth، كل الأشياء الحية على الأرض including animal plants bacteria yeast، التي تشمل النباتات الحيوانات العفو animals النباتات البكتيريا اليست الخمار and molds العفان is made of cells، تحتوي على خلايا. Some living things، بعض الأشياء الحية مثل الخلايا مثل الحيوانات والنباتات are multicellular، multi متعدد، cellular خلايا، فإنه تمتاز بأنها تكون متعددة الخلايا. Their bodies are made of many cells، أجسامها تكون مكونة من مجموعة كبيرة من الخلايا. Other living things، أشياء كائنات أخرى أو أشياء حية أخرى مثل البكتيريا والخمار are unicellular، uni هو مفرد، cellular فمعناها أحادية الخلية، made of just one cell، تتكون من خلية واحدة. فإذا بعض الكائنات الحية التي تكون eukaryotic cells مثل البلانت والانيمال واليست والمولد، هذه تكون multicellular، بمعنى أنه جسمها مكون من عدد كبير من الخلايا، متعددة الخلايا. أما أحياء أخرى مثل البكتيريا واليست العفو، بالنسبة للخلايا الانيمالز ان بلانت سيلز تكون مالتي سيلولار. أما بالنسبة للبكتيريا واليست اليست الخمار فتكون يون سيلولار، بمعنى أنه جسمها يكون مكون من خلية واحدة. But whether a cell is one of many، ولكن بغض النظر أنه هي تكون الخلية واحدة أو مجموعة من الخلايا، they only one making up living things، هم يكونون الشيء الحي. كل الخلايا all cells have certain things in common، سواء كان كائن وحيد الخلية unicellular أو يكون multicellular فهو يتكون من مجموعة من المكونات.
So just like you have skin, إذا أنت نتكلم عن الجلد الذي يغطي that covers your body الذي يغطي الجسم. All cells have a boundary that separate them from the environment. فمثل ما قلنا أن الجلد الذي يغطي الجسم كل الخلايا تمتاز بأن لها حدود. هذه الحدود separate تفصل them from their environment تفصل الخلايا توجد هناك الجلد سوف يفصل الخلايا عن المحيط أو عن البيئة. The boundary of a cells is called the plasma membrane. So لذلك the plasma membrane هي عبارة عن boundary هي عبارة عن حدود التي تفصل الخلايا الموجودة في داخل جسم الكائن الحي سواء كان وحيد خلية unicellular or multicellular عن الطبيعة. فهذه boundaries أو boundary called plasma membrane or cytoplasmic membrane. The area inside all the cells المساحة الموجودة في كل الخلايا تسمى بالسيتوبلازم. هذه طبعا نقاط مهمة لازم نعرف البلازما ممبرين شنو نعني بيها والسيتوبلازم شنو نعني بيها. All cells contain deoxyribonucleic acid كل الخلايا تمتاز بأنها تحتوي على الـ DNA والـ DNA هو مختصر deoxyribonucleic acid. الـ D هنا كلمة الـ D هي معناها منقوص فoxyribonucleic acid حامض نووي رايبوزي منقوص الأكسجين which contains the plans for how the cells is built and how it function التي تحتوي على كل الخطط كيف يمكن للخلايا أن تقوم بعملية البناء وكيف يمكن لها أن تقوم بالوظيفة. All cells كل الخلايا تكون بروتينات make proteins to help them function حتى تقوم بالوظيفة. Proteins are built on structures البروتينات تتكون أو تبنى في داخل تراكيب تسمى كود ريبوسومز. فإذا البروتينات هي التي تقوم بأداء الوظيفة. كل هذه البروتينات تقوم أو يجرى بناءها في داخل مكان يسمى بالريبوسومز. So all cells have ribosomes. لذلك أرجع وأقول هذه النقاط الأربعة هي مشتركة بين كل الكائنات الحية either they are unicellular or multicellular. فكل الخلايا الحية تمتاز بأنها تحتوي على بلازما ممبرين وهو الغشاء أو الغطاء الذي يفصل الخلايا عن البيئة وأيضا يحتوي على السيتوبلازم اللي هي المساحة بين inside all cells الموجودة في داخل كل الخلايا. أيضا كل الكائنات الحية تمتاز باحتوائها على المادة الوراثية اللي هو الـ DNA الذي مسؤول عن عملية الذي يوضع الخطط لكيف يمكن الخلايا أن تبني وتقوم بالوظيفة. وأيضا كل الخلايا تمتاز باحتوائها على البروتينات وعادة البروتينات تنبنى في داخل ترتيب خاص يسمى بالريبوسومز. نجي الآن نتكلم عن البلازما ممبرين. مثل ما قلنا أنه البلازما ممبرين هو من الصفات المشتركة الموجودة في كل الكائنات الحية. So the plasma membrane هذا هو تركيب البلازما ممبرين. شوية تحركنا. plasma membrane. So the plasma membrane كما موضح في الصورة show in figure 2.1 separates the cells from its environment تفصل الخلايا عن البيئة الموجودة فيها and is selectively permeable يعني يمتاز بأنه هو غشاء اختياري النفاذية selectively permeable. فإذا النقطة مهمة أنه the plasma membrane تقوم بعملية فصل الخلايا عن البيئة الموجودة فيها وبالتالي فهي تمتاز بأنها تكون selectively permeable بمعنى أنها تكون اختيارية النفاذية which means ماذا تعني it chooses what enter and exit the cells. فهي التركيب المسؤول على عملية اختيار المواد التي تدخل وتخرج من الخلية
what enters and exits the cells. مادة تدخل وتخرج من الخلية. You can think, يمكن التفكير that the plasma membrane as international boundary, كحدود خارجية أو حدود دولية. وكستمز التي تكون فيها السلع مكاتب السلع inspect the traffic and determine what is allowed. معناها أن تقوم بعملية التفتيش وبالتالي تحدد ما هي المواد التي يمكن أن تعبر وما هي المواد التي لا يمكن أن تعبر. The molecules المواد أو الجزيئات that act like custom officers are proteins. المواد أو الجزيئات التي تعمل مثل الكستمز officers اللي هم المسؤولين عن عملية دخول وخروج المواد تسمى are proteins. Proteins called receptors المستقبلات التي تقوم detect signals التي تقوم بتحديد الإشارات from the environment of the cells من البيئة الخاصة بالخلية and transport proteins أيضا هناك يسمى البروتينات الناقلة التي تساعد help some molecules get across تساعد في بعض تساعد بعض الجزيئات للعبور من خلال الأغشية تساعد الجزيئات من خلال العبور من خلال الأغشية. فإذا البلازما ممبرين مثل ما قلنا أنه هي تفصل الخلايا عن البيئة الموجودة فيها وهي اختيارية النفاذية بمعنى أنه هي المسؤولة عن عملية دخول وخروج المواد في داخل إلى وخارج الخلية. وتوجد هناك بروتينات نوعين من البروتينات بروتينات تسمى بالريسبترز المستقبلات اللي هي تعطي إشارات من البيئة للخلية وكذلك أيضا ترانسبورت بروتينز ترانسبورت معناها ناقل بروتينات ناقلة تساعد المواد في العبور من خلال الأغشية الممبرين. فهذا هو تركيب البلازما ممبرين. والرسم مطلوب لابد أن نعرف المكونات الموجودة في البلازما ممبرين. External surface membrane معناها الغشاء الخارجي السطح الخارجي. Carbohydrate chain اللي هي سلسلة الكربوهيدرات. الجلايكوليبيدز معناها البروتين الدهون السكرية الجلايكوليبيدز الجلايكوبروتين البروتينات السكرية بروتين مولكيول تركيب البروتين فوسفوليبيد باي لاير تركيب التركيب الفوسفات الدهني اللي يكون طبعا طبقتين باي لاير يعني طبقتين الهيدروفوبيك تيل اللي هو الجزء الكاره للماء اكو هيدروفيليك واكو هيدروفوبيك الهيدروفيليك هيد اللي هو الجزء المحب للماء والهيدروفوبيك هو الجزء الكاره للماء لذلك تركيب البلازما ممبرين مهم جدا انه تعرفونه وربما يجي بالامتحان. The plasma membranes is made up of two layers اذا تذكرون انه قلت عن two bilayers فيتكون من غشائين of phospholipids الدهون المفسفرة along with مع بروتينات وستيرولات and carbohydrates. فإذا the plasma membrane من شنو يتكون are made of two layers غشائين من الphospholipids بالإضافة إلى بروتينات وستيرولز وأيضا carbohydrates. نجي نتكلم للphospholipids. الفوسفوليبيدز ار مولكيولز طبعا كل هذه هي تراكيب اذا نرجع للرسم راح نلاحظ انه موجوده في البلازما ممبرين. الفوسفوليبيدز ار مولكيولز هي عباره عن جزيئات ذات ار سيميلر ان ستراكشر تو فات مولكيولز بمعنى انه هي تركيبها مشابه لتركيب جزيئات السمينه او الضخمه لايك فات مولكيولز بارت اوف ذا فوسفوليبيد. جزء من الفوسفوليبيد هو الهيدروفيليك تيل او الجزء التيل هنا هو الذنب اللي يكون المحب للماء doesn't mix well
with water العفو hydrophobic. The hydrophobic tails doesn't mix, الذي لا يختلط مع الماء فإذا هو كاره للماء. Phosphoropod also have a hydrophilic head. Hydrophilic head هو الذي محب للماء. الهيدروفوبيك كاره للماء بمعنى انه لا don't mix معناه انه لا يختلط مع الماء. وعندنا الهيدروفيلك هيد هو الجزء المحب للماء that is attached attracted الذي سوف يرتبط او يتفاعل مع الماء. Phospholipid make up almost 50% of the plasma membrane. الفوسفوليبيد يشكل حوالي 50% من الغشاء البلازمي. The proteins. البروتينات هي أيضا المركبات الأخرى الموجودة في البلازما ممبرينز are stuck in the plasma in the membrane سوف تكون ملتصقة بالغشاء and associated with the edges of the membrane وأيضا مرتبطة بأطراف الغشاء. Proteins make up almost 50% of the plasma membrane. أيضا البروتينات تشكل حوالي 50% من البلازما ممبرينز أو من الغشاء البلازمي. الستيرولز are also embedded تمتاز بأن تكون مغروسة in the plasma membrane. Embedded يعني تكون منغمسة أو مغروسة في the plasma membrane. The type of sterol, نوع الاستيرول depends on the type of the cells. يعتمد على نوع الخلية. Animal cells have cholesterol. الخلايا الحيوانية تمتاز بأنها تحتوي على الكوليسترول in their plasma membrane. Sterols are present in small amount in the plasma membrane. الاستيرولات عادة توجد بكميات قليلة في الغشاء البلازمي. الكربوهيدرات أو المواد الكربوهيدراتية. المواد الكربوهيدراتية are attached to receptors on the outside of the plasma membrane. هي تمتاز بأنها تكون ملتصقة للمستقبلات receptors البروتينات اللي تكلمنا عليها on the outside of the plasma membrane في الجزء الخارجي من الغشاء البلازمي. They are present in a small amount in the plasma membrane. مثل ما ذكرنا انه ايضا الكربوهيدرات والاستيرولات توجد بكميات قليلة في البلازما ممبرين. اما بالنسبة للفوسفوليبيد بايلاير العفو الفوسفوليبيد والبروتينات فهم يشكلون النسبة الاكبر من الغشاء البلازمي. The components of the plasma membrane مكونات البلازما ممبرين تمتاز بأنها تكون منظمة into a phospholipid bilayer في طبقتين من الدهون المفسفرة. Because the hydrophobic tail لأن الجزء الكاره للماء all the phospholipid doesn't mix well in water. لذا لأن الجزء الكاره للماء من الفوسفوليبيد يكون لا يلتصق مع الماء. The two layers الغشائين of phospholipids make a fat sandwich يكونون مثل الساندويتش السمين which there are two rows of hydrophilic الذي تكون الروز الأسهم أو الاتجاهات للهيدروفيليك تيلز pointing towards the water and the hydrophobic tail sandwich between them and away from the water. بمعنى أنه طالما عندنا جزئين أحدهما يكون محب للماء والآخر يكون كاره للماء فواحد من عندهم يوجد في جزء من في واحد من أغشية الفوسفوليبيد والآخر يكون في جزء الكاره للماء. Transport proteins البروتينات الناقلة والاستيرولات are embedded within the phospholipid bilayer. تمتاز بأن كل من البروتينات الناقلة والاستيرولات تمتاز بأنها تكون مغروسة مع تركيب الفوسفوليبيد مع الأغشية الثنائية للدهون المفسفرة بينما الكربوهيدرات are attached to the receptors. الكربوهيدرات الموجودة في البلازما ممبرين توجد في خارج الخلية تمتاز بأنها ترتبط بالريسبترات الموجودة في خارج الخلية. فإذا الفوسفوليبيد بايلاير الموجودة اللي خاصة بالبلازما ممبرين تفصل لي كل من الترانسبورت بروتين والاستيرولات تكون موجودة في داخل البلازما ممبرين وايل بينما الكربوهيدرات تمتاز بأنها تكون موجودة أو ترتبط بالريسبترات الموجودة في خارج الخلية. The structure and behavior تركيب وطريقة تعامل The plasma membrane are described by a theory called fluid mosaic بنظرية خاصة تسمى بالفلويد موزايك.
هذه الفقرة احنا راح نتركها لانه ما احسها مهمة، فاذا هذه الفقرة ما نتكلم عنها. نجي لاني هذه الفقرة مهمة، الفوسفوليبيدز والبروتينات، الدهون والفوسفول والبروتينات move back and forth، تتحرك نحو الاتجاه الخلفي والامامي within the plasma membrane، مع الغشاء البلازمي، making the plasma membrane as a fluid structure، يعني تجعل الغشاء البلازمي بشكل تركيب سائل، وبالتالي the plasma membrane is flexible and able to fuse with other membrane، بمعنى انه البلازما ممبرين تمتاز بان لها المرونه ولها القابليه على فيوز، انه تلتحم مع الاغشيه الاخرى. For example على سبيل المثال small membrane maker proteins، الاغشيه الصغيره تحمل بروتينات للغشاء to the structure لسطح الخليه so that the protein can leave the cells، وبالتالي يمكن للبروتينات ان تترك الخلايا. بعد the membranes carrying the proteins، الاغشيه الاخرى تحمل البروتينات simply بصورة مبسطة melt into the plasma membrane باتجاه البلازما ممبرين just like two soups bubbles. أو في هذا الموضوع أهم شيء ما يهمني في هذه الفقرة أنه الفوسفوليبيد والبروتينز يتحركون باتجاه الأمام والخلفي، وبالتالي تعطي مرونة للغشاء البلازمي بحيث يمكنه أن يقوم بعملية الفيوز، عملية الارتباط أو الالتحام مع أغشية أخرى.